السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية تعريب قالب أجنبي، بمعنى كيفية جعل القالب الإنجليزي أو باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. كما تلاحظون، هذا هو القالب تومبليت الذي سنقوم بتجربته عليه، فهو باللغة الإنجليزية. لاحظوا معي جيدا، فالكلمات تبدأ من اليسار، وكلمات شائعة وتصنيفات إلى آخره تظهر على اليمين. الأرشيف كما تلاحظون باللغة الإنجليزية، كل شيء باللغة الإنجليزية. فنحن نريد تعريب هذا القالب من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية. فأولا نقوم بتحميل البرنامج الذي ستجدونه إن شاء الله في صفحة انفوساتي.com، موقعنا الخاص. ثم نقوم بتحميله وتثبيته عن طريق نكزيت 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 إلى آخره، حتى تصل إلى كلمة فينيش ويكون على سطح المكتبة. ثم بعد ذلك نقوم بفتح البرنامج هكذا. البرنامج سهل، يعني لا يحتاج إلى أن تكون محترفا. نقوم بالنقر على القالب هكذا، ثم نبحث على تومبليت أو القالب الذي سوف نقوم بتعريبه. فهذا القالب باللغة الإنجليزية، نقوم بفتحه أوفغير، ثم ننتظر حتى يقوم بقراءته. فهنا بعض التعديلات الذي يعني تقوم بتعديلها إذا ترغب، فهذا ليس بالأمر المهم الآن. ثم بعد ذلك يكون تومبليت أو القالب تم تحميله. أنا سأقوم بإعادة تعريب القالب من هذه الإشارة هكذا، نقوم بالنقر عليها مرة واحدة، ثم نقوم بنسخه هكذا. فنرجع إلى القالب، ثم إلى تحرير HTML، نقوم بحذف هذا الكود أو هذا القالب الذي باللغة الإنجليزية أو الأجنبية، المهم. ثم نقوم بلصق التعريب، يعني هو نفس القالب فقط قمنا بتعريبه. ثم بعد ذلك حفظ النموذج هكذا، حفظ النموذج. ثم عرض المداونة، نلاحظ التغيير. كما تلاحظون قد تم التغيير، فاللغة أصبحت على يمين، والأرشيف والتعليقات والشائعات أصبحت على اليسار. كما تلاحظون الأرشيفها والعكس، يعني ما نقول عكس القالب هكذا. ثم أصبح معرب فقط بعد التغييرات التي غير مهمة، يعني تستطيع تغييرها، يعني لا تجد فيها مشكلة. يعني مثلا هذه الكلمة يمكنك تغييرها اللغة العربية إلى آخره، وهذه الكلمة الأخرى. المهم قد تم تعريبه كما تلاحظون. وهكذا ننتهي. وإذا أردتم متابعتنا على الفيسبوك، ما عليك إلا بالنقر على إعجاب أو متابعتنا على اليوتيوب. ونقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.